سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا لاباس على خير. كي درتو مع توجد لي الدخول المدرسي؟ كاين شي تمارة؟ كاين شي تخمال؟ اليوم بغيت نشارك معكم داكشي اللي شريت من درب عمر. خديت واحد التوب باش نخيط للدراري الكفر اللي وريدو ديال بين الناس، خيطتو ليهم صوبتو ليهم، وخديت شي حاجات من ايكيا حتى هما صورتهم ليكم. ماشي حاجه ثقيله لان لقيت لي بروموسيون سهله وفي داكشي اللي بغيت انا. هذا هو الثوب اللي خديت، قلت ناخذ شي حاجه اللي تجي ولاد وبنات. ما بقيتش بغيت داكشي ديال ديسان زانيمي وداكشي، داكشي عندهم باقي عندهم ما بغيتوش، بغيت شي حاجه خفيفه واللي تجي ولاد وبنات. خديت لهم هاد التوب فيه نجيمات وقلت علاش لا ما ناخذش الالوان اللي كاينين تما، ودرت منهم نجيمات غير سامبل في كل نموذج. درت لهم ثلاثه، درت الاورانج والبيض والجون. بالنسبه لايكيا خديت هاد الفيوز، خديتها ب 90 درهم، عجبتني زوينه تفيكساب تتفيكسا، عندها داك الماتيريال باش تفيكسيها في البيرو، وكتهز كتحط يعني ما فيها يعني زوين على حسب الضو كيفاش بغيتي من هاد البلاصه كتفيكسا. خديت هادو تدير فيهم لا فوتو من الداخل. حق انا نخلي فيهم هاد التصاورات اللي كاينين بيد ما نلقاش حاجه اخرى. انا مثلا بغيت ندير وليداتي التصاور ديالهم في البيت كينيسو فيه، صافي غنخليهم بحال هكا. هادي دايره 19 درهم بحالهم نفس الشكل، 19 درهم الوحده. خديت هاد الكادر ديال الفوتو البلون، خديته ب 30 درهم، والداخل ديالو ما كان فيه والو. خديت واحد الباكي ديال التصاورات، وداك الباكي فيه شي 6 يمكن ولا 7، وخديت منهم جوج تصاور درتهم هادي والاخرى، كاين فيهم الشكل بزاف. خديت هاد الفاز داير 7 دراهم، والوردة دايره 6 دراهم. بغيت ندخل شي شويه ديال الخضره في البيت. واخر حاجه خديت هاد لي زيتاجير، هادو دايرين 53 درهم. هادو خديت هادو فيهم الشكل بزاف، راه صورت لكم واحد شويه في اخر فيديو، ندير لكم شويه من ايكيا صورت لكم دايرين لي بروموسيون. واحد لي زيتاجير زوينين دايرين لهم 129، وحدين دايرين لهم 53 صغيورين، راه صورتهم ليكم تشوفوهم ان شاء الله. قلت لكم هادو خديت 4 درتهم بحال بيبيوتيك مورا الباب، حيت ما عنديش البلاصه في البيت. و 4 اخرين قسمتهم فوق النوامس. هذا الكوفري اللي صوبت ليهم درتو من الداخل بالصفر باش ما نديرش بحال نفس الشكل. صورت لكم البنات داكشي اللي فيه لا بروموسيون. هادي كانت 225 درهم ولات 149 درهم.
هاد لي زيتاجير بحال اللي خديت انا هما صغارين عليهم كانوا في دي 60 ولا 40 درهم. كاينه هادي زوينه هادي 893 درهم، كانت 1095 درهم، عجبتني بالحقاني ما عنديش بلاصه لان التلفازه انا هي كنحل الباب كاين الحد ديال التلفازه يعني ما عنديش البلاصه. هادي زوينه. صورت لكم هاد البيرو من اللي كيهمو الامر، 1195 درهم ولا دابا ب 993 درهم. هاد الماريو ولا ب 7830، فيه نص نواغ ونص فيه المرايا. كاينين هاد لي زيتاجير 59 درهم، زوين انت هما صغار كيجيو ديكور زوين. كاين هادو بحال طوبلات صغيرين ترونسبارونت زوينين في الديكور، هادو دايرين غاليين شي شويه، دايرين 1295 درهم. انا اللي عجبني بزاف ولكن ما عنديش البلاصه هذا اللي كتشوفوا دابا البنات، فيه 16 بحال 16 بلاصه يعني تحط فيها، ودير لي بروموسيون ب 1095 درهم يمكن ولا 1000 درهم. زوين كون كانت عندي البلاصه كون خديته. زوين هذاك الكبير. لقيت حتى هاد الطبله ندري ليها 979 درهم، وقيلا المهم ما وصلش 1000 درهم. فيها طبله وربعه ديال الكراسه وكنت بغيتها، ولكن بالحق فيها الكراسه ما صحاحش بزاف يعني ما بغيتش نغامر بها. وهاد سالامونجي صورت لكم عجبني غير الديكور، قلت نصورها لكم تشوفوا كيفاش مزوقينها. صافي البنات، المهم هادي هي الجوله، درت لكم غير خفيفه ما بغيتش نكثر لان هذيك المره صورت لكم شويه ايكيا. ولا بغيتوها خليو لي في لي كومونتير باش نعاود نصور لكم بالتفاصيل زعما الديكورات شنو بغيتو تشوفو، واش بيتات نعاس وشنو بغيتو تشوفو. صافي البنات، هذا هو الفيديو ديالي تقاسمت معكم، نتمنى يعجبكم، شجعوني بلي لايك.